السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نخصصه لكي نشرح لكم كيف يمكن تستخدم برنامج ديابوليك ترافيك بوت لجلب مشاهدات اليوتيوب وكسر حاجز 4000 ساعة لتفعيل خاصية الدفع أو المونتيزيشن. قبل أن نبدأ نحتاج إلى برنامج ديابوليك ترافيك بوت، رابط التحميل سوف تجدونه بالوصف أو بالتعليقات إن صح التعبير. سوف نحتاج إلى بروكسيز. كيف تحصل على بروكسيز؟ سوف تجدون رابط هذه البلاي ليست أو هذه القائمة. أدعوكم لمشاهدة كل الفيديوهات لأنها تشارك معكم مجموعة من الأمور سوف تساعدك على كسب دولارك الأول من الإنترنت. كيف تحصل على بروكسيز واللائحة طويلة. بعد أن حصلنا على بروكسيز وقمنا بتسطيب البرنامج فنحن نحتاج إلى قناة. ومسألة جد مهمة، مهمة أن يكون عندك قناة عليها فيديوهات أكثر من ساعة، يعني نحتاج إلى فيديوهات يكون عليها أكثر من ساعة. لماذا؟ لأنه سوف نترك البرنامج شغال 24 ساعة على 24 باستخدام البروكسيز طبعا، وكل مرة نقوم بمشاهدة الفيديو، يعني كل عملية مشاهدة واي بي سوف يشاهد لمدة ساعة، يعني 4000 مشاهدة 4000 ساعة. إذا كان عندك مثلا فيديوهات قصيرة 5 دقائق 10 دقائق هذه مسألة غير مفيدة، لأنه نحتاج إلى فيديو يكون فيها ساعة. كيف نحصل على فيديوهات عليه ساعة؟ مسألة بسيطة جدا، مثلا Creative Commons اليوتيوب سوف نجد مجموعة من الفيديوهات Creative Commons، أو نقوم بمثلا كتابة Nature مثلا ونذهب إلى فلتر ونقوم باختيار Creative Commons وسوف تظهر لنا مجموعة من الفيديوهات عليها مثلا ساعة 10 ساعات، مثلا هذا الفيديو عليه 10 ساعات فهو مفيد جدا. أنا لدي مسبقا مجموعة من الفيديوهات قمت بتحضيرها، مثلا سوف نقوم بالترويج لهذا الفيديو. أول شيء نذهب إلى ديابوليك ترافيك بوت، ننقر على يوتيوب سيرش اند بلاي، نختار مثلا نقوم بوضع الرابط هنا، نقوم بنسخ العنوان او جزء من العنوان لانه سوف يبحث عن هذا العنوان شكل كيورد هنا. نذهب الى اوبشنز، نختار مثلا كم نافذه، مثلا اذا كان عندك في بي اس فانا اعتقد اني تستخدم بين 2 و 3 نوافذ 4 نوافذ ابعد تقدير، هذا على حسب مواصفات الفي بي اس او الار دي بي. في حاله اننا سوف نختار مثلا 5 نوافذ. مده المشاهده مساله جد مهمه، في هذا الخانة نختار نقوم بوضع كم ثانية في الساعة، مثلا في كل ساعة لدينا 3600 ثانية، مثلا نختار 4000 أو نختار مثلا نقوم بكتابة 5000 أو 5100، يعني Private Proxies. نذهب إلى Private Proxies، نقوم بتركيب البروكسيز التي لدينا. Options هنا Browser Extension، نقوم بتفعيل أليكسا ونفعل Random User Agent، كلمة دليل صحيحة Links، وننقر على Start. في البداية سوف يوتيوب يتعرف على بعض البروكسيز، يقول لك أن هذا البروكسي تم استخدامه مرة فارطة أو نشك على أنه هو عبارة عن روبوت، فندعوك بتفعيل الكابتشا أو النقر على الكابتشا مثل هذه الحالة. فأنا أنصح أنك دائما تفعل، يعني تستخدم 5 نوافذ 6 نوافذ مثلا، غالبا بعض النوافذ لن يطلب منك اليوتيوب ان تفعل الكابتشا مثل هذا الفيديو، لكن في النوافذ الاخرى يمكن ان يقول لك قم بتفعيل الكابتشا، يمكن ان تقوم بذلك يدويا او يمكن ان تتجاهل هذه المساله وتنتظر الى حين يتم اقفال النافذه وفتح مثلا نافذه جديده وسيقوم يوتيوب بتفعيل، سوف تشاهد الفيديو بشكل اوتوماتيكي. تترك البرنامج شغال 24 ساعة على 24 وهكذا سوف تتجاوز سقف 4000 ساعة. وطبعا المتتبعين يمكنك الحصول عليهم من مواقع مثل ادميفاست او الى غيره من ذلك. سوف اضع معكم ايضا رابط تسجيل في هذا الموقع لكي تحصل على المتتبعين. مسألة جد مهمة، لا ينصح باستخدام هذه الطريقة اذا كانت خاصية المونتيزيشن مفعلة لانه مسألة مخالفة، فهذه المسألة تفيدك فقط في إعطائك نوع من الدفعة لكي تبدأ في اليوتيوب. استخدامه بشكل دوري وبشكل مستمر أثناء عملية خاصية المونتيزيشن المفعلة سوف تؤدي إلى يتم إقفال حسابك، لأنه بعد من هذا البروكسي سيكون مستخدم طبعا لدى أشخاص آخرين إلا لو كان لديك ديديكيتد بروكسيز وهذا مكلف جدا. على ما أظن هذه الطريقة ليست بالمعقدة كما شرحت لكم. كل ما عليك هو أنه تحصل على فيديوهات فيها أكثر من ساعة، تكون طبعا Creative Commons أو تقوم أنت بتصويرها وتقوم بتركيب البروكسيز وتتبع هذه الإعدادات التي أنا قمت بشرحها بالفيديو، وسوف يشتغل معك، سوف تتجاوز بإذن الله سقف 4000 ساعة على اليوتيوب. كان معكم منصف، أدعوكم بمتابعتنا على اليوتيوب لكي تتوصلوا بجديد القناة.
سوف تجدون رابط كل الروابط سوف تجدونه بالوصف، وندعوكم نلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله.